المحاضرة اللي راح نتحدث عنها هي الـ Relative Motion أو Translating Axis. هنا من راح يكون In the previous articles of this chapter we describe particle motion using coordinate referred to fixed reference axis. إذن هنا راح ناخذ نسبة إلى محور ثابت اللي هي Displacement, Velocity, Acceleration determined, so determined are terms absolute. القيمة المطلقة للdisplacement, velocity, والacceleration. There are many engineers' problems for which the analysis of motion is simplified by using measurement made with respect to the moving reference system. إذن هنا إحنا راح نأخذ دائما حركة جسمين. ونعرف الحركة النسبية ما بين الجسم الأول والجسم الثاني بس نأخذها نسبة إلى محور ثابت للحركة. These measurements were when combined with the absolute motion of the moving coordinate system enable us to determine the absolute motion in question. This approach is called relative motion analysis. إذن A choice of the coordinate system. The choice of the coordinate system, fixed system, depends on the type of the problem involved. فلو نتحدث هنا two particles A and B تتحرك separate منفصلة كcurvilinear motion كحركة curvilinear motion نسبة الإحداثيات اللي هي الـ X والـ Y. فلو وصفنا حركة نقطة A نقطة B العفو نسبة إلى محور ثابت اللي هو الـ Fixed Position فراح نقول هذا هو الـ RB من صفر من O إلى B هذا هو اتجاه الـ RB. ولو أوصف حركة الـ Particles A راح أقول هذا هو الـ RB إحداثي الـ RB ممكن أوصف آني الـ R نسبة إلى إحداثي الـ I الـ X والـ Y أو أقول هو نسبة للـ I والـ J اللي هو الـ Unit Vector اللي هو الـ I والـ J. إذن ممكن آني أكتب هذا هو RB وهذا هو نسبة RA نسبة إلى الـ Fixed Axis. The position vector of A measured relative to the frame XY is. إذن إذا أريد أقول هسه الـ R اللي هو الـ A نسبة إلى B دائما من أجي أحدد اتجاه هسه إذا كان هذا RB وهذا RA فهذا هو نسبة حركة A إلى B تتجه من B إلى A نقراها بهذا الشكل R A respect to B A respect to B اتجاهها من B إلى A وهذا يمثلها هو اتجاه السهم. إذا من أجي أكتب هنا إحداثي RB شوف هنا نسبة إلى هذا الإحداثي هي R A نسبة إلى B كأنما X أخذ البروجكت مال هذا هو X باتجاه الـ I و Y باتجاه الـ J فكتبنا X I زائد Y باتجاه الـ J. إذن هسه هنا إذا أريد نسبة إلى هذا الرسم فمن أقول الـ RA شو ساوي لي؟ ساوي لي RB زائدا R دائما هنا من نكتب الـ RA تساوي RB زائدا RA نسبة إلى B فهذا هو اللي كتبناه هنا هو يكون بالبداية والثاني واتجاه السهم هسه إذا لو كان هذا هو الـ RA وهذا هو الـ RB الـ R يتجه من B إلى A من B إلى A هذا يكون هو اتجاه السهم اللي هو شوف هنا هذا RA هذا RB وهذا هو RA و RA نسبة إلى B أقرأ من A نسبة إلى B اتجاهه يكون من B إلى A فهذا هو يكون الاتجاه مالته. إذن we know the different this vector equation with respect to time. إذا جيت اشتقيت معادلة هذا الـ R نسبة للزمن احنا دائما مشتقة البوزيشن نسبة للزمن يعطيني السرعة اذا راح اجي احصل هنا اذا اشتقيت حتى احصل السرعة هي مشتقة الـ R نسبة للزمن
إذن مشتقة الـ R A نسبة للزمن هي R dot A، مشتقة الـ R B هي R dot B زائد الـ R نسبة A إلى B السرعة اللي هي الـ Relative Velocity، هاي هي نسميها الـ Relative Velocity، فراح أكتبها بالإحداثيات اللي هي الـ VA تساوي VB زائد VA نسبة إلى B، اللي يكون الاتجاه منين؟ من نقطة B إلى نقطة A، هذا هو اتجاه سهم السرعة. لو أجي أشتق المشتقة الثانية للسرعة تعطيني من هو؟ تعطيني التعجيل، فإذا الـ A راح أحصل الـ DV by DT راح ينطيني من هو؟ الـ R دبل دوت، المشتقة الثانية للسرعة ينطيني أيضا هنا R دوت للـ B زائدا R دبل دوت للـ A نسبة إلى B اللي هو التعجيل هنا. The velocity which we observed A to have from our position at B attached to the moving axis in XY. إذن الـ R dot إحنا مثلناها قلنا هنا الـ R dot A نسبة إلى B هي عبارة عن الـ X باتجاه الـ I زائد Y باتجاه الـ J. لو أجي أشتقها نسبة للزمن معناتها من هو؟ X dot باتجاه الـ I و Y dot باتجاه الـ J. إذن هنا أنا جيت أمثلها بهذا الشكل هي V، ونفس الشيء لو أجي أمثلها اللي هو باتجاه الـ R دبل دوت هي V دوت نسبة إلى AB، معناتها هذا هو ينطيني من هو؟ التعجيل اللي هو A نسبة إلى الـ B. من أجي هنا حتى أتحدث هنا عن the selection of the moving point B from the attached of the reference coordinate system is arbitrary as shown in fig. هسه هنا لو نلاحظ الشكل هنا، اذا من جينا مثلنا هذا هو RB، هذا هو RA العفو، وهذا هو RB، وهذا من هو؟ RB نسبة الى A. شوف هنا من غيرت هنا راح اقول RB يساوي لي RA، احنا بالبداية قلنا RA يساوي RB زائدا RA نسبة الى B، من جد غيرت بالعكس، من اجي اقول هنا بالعكس ال RB هو عبارة عن ال RA زائدا RB نسبة الى ال A، اتجاهها منين؟ اتجاهها من A الى B. اذا باوع هنا هذا RB راح يساوي لي RA زائدا RB نسبة الى A، اتجاهها من A الى B، وهذا هو اتجاه السهم. لو تلاحظ هنا اللي تحدثنا عنه بالبداية هو كان RA هو RB زائد RA نسبة إلى B. دائما هنا من أعكس العلاقة الـ RB نسبة إلى A، الـ RB نسبة إلى A هو يساوي عكس الاتجاه لـ RA نسبة إلى B، فدائما ما أقدر أقول الـ RA إلى B هي نفسها الـ RB إلى A، لا بالعكس يكون عكس الاتجاه، لأن هنا هاي دا نتعامل وياك كميات اتجاهية. إذن نفس الشيء هذا لو أشتق نسبة للزمن راح أحصل الـ VB تساوي لـ VA زائد V نسبة إلى A، وأقدر أحصل أيضا من خلال التعجيل دائما الـ Relative Velocity لـ B نسبة إلى A هو عبارة عن سالب RA نسبة إلى B، إذا نفس الشيء للسرعة ونفس الشيء للتعجيل. إذن من تنقل من البارتيكلز هنا تنقل إلى محور آخر Translating Reference System which has no acceleration is called Internal System. إذن دائما الـ RB إلى A هي لا تساوي الـ RAB إلى A، لا تساوي السالب Velocity. إذن Relative Motion Equation R Vector Equation، إذن هاي هي دائما هاي اللي تعاملنا وياها النسبة هنا هي عبارة عن كميات اتجاهية، يعني أنا ما أقدر أجمع أقول هنا مثلا إذا كانت هاي 10 معناتها لازم هاي 5 زائد 6 تعطيني مثلا 11، لا ما ممكن أجمع جمع جبري، المفروض أجمع جمع اتجاهي. إذن the velocity vector ال VB هي يساوي VA زائد VB نسبة إلى A، إذا جيت أقول ال VA المفروض هي تساوي لي VB زائدا من هو VA نسبة إلى B، وهاي الكمية تساوي سالب الكمية الثانية. إذن قيم السرعة حتى أنا أحل السؤال، إذن المفروض أعين الـ Velocity Vector
ال في اي اعين ال في بي واعين اتجاهات ال في بي نسبة الى اي. ممكن اني احل بهاي الطريقة اللي هي الكارتيزيان فيكتور، واحل بطريقة يعني احدد اتجاهات ال في بي، احدد اتجاهات ال في اي، وايضا احددها بحيث اقدر اطلع شنو اللي مجهول عندي، اقدر احدده ككارتيزيان فيكتور يعني باتجاه الاي والجي، او احله بطريقة الرسم المثلثات اللي هي استخدام قانون الساين والكوساين اللي هو اللو اوف ساينس اند كوساينز. اللو اوف ساينس اذا تذكروا، اذا انا عندي مثلث مثلا بهذا الشكل وعندي الاضلاع وعندي قيم الزوايا، قانون الساين شي يقول اذا كان عندي اني ضلع معروف وزاوية ممكن وزاوية اخرى، ممكن اني اطلع الضلع، اقدر اطلع الزاوية المجهولة وهكذا. اذا كل ضلع على ساين الزاوية المقابلة الى هذا قانون الساين يساوي الضلع الاخر على ساين الزاوية المقابلة، ويساوي الضلع الثالث على ساين الزاوية المقابلة الى هذا قانون الساين. اما قانون الكوساين، اي ضلعين بيناتهم معلومة زاوية اقدر اوجد الضلع المقابل للزاوية. مثلا اذا اريد اوجد هسه البي، ايش راح اجي اقول؟ اقول هو عبارة عن الاي تربيع، البي تربيع يساوي اي تربيع زائدا سي تربيع ناقصا اثنين اي سي كوساين الزاوية بي. هذا لو كان من هو، لو كان اريد اطلع البي تربيع، لو كان اريد السي تربيع ومعلومة عندي السي، اذا السي تربيع راح يساوي لي من هو اي تربيع زائدا بي تربيع ناقصا اثنين اي بي كوساين الزاوية سي. نفس الشيء اذا اريد اطلع الاي تربيع هو عبارة عن سي تربيع زائد بي تربيع ناقصا اثنين البي في السي كوساين الزاوية المحصورة بين الضلعين اللي اريد احسب المقابل. هما ها هي قوانين الكوساين اللي اني ممكن استخدمها بهذا الشكل.